طيب هنروح للسكواش. عندنا بطولة بلاك بول الدولية هتقام خلاص إن شاء الله في الفترة من 12 لحد 16 ديسمبر. عندنا 2 لاعبات هيشاركوا، دياثرب عادل ونادين شاهين هيشاركوا في بطولة بلاك بول. نادين شاهين في القرعة وقفت مع زميلتها في وقعت مع زميلتها دي نادين شاهين وقعت في القرعة مع زميلتها في المنتخب مريم متولي. ياثرب عادل فتلعب البلجيكية نيلي جيلس. البطولة من البطولات الكبيرة واللي بتجمع نقط كبيرة جدا للاعبات، ومجموع جوائزها 110,000 دولار امريكي. ده مجموع جوائز بطولة بلاك بول، وبالمناسبة هي بتتعمل كل سنة في هذا التوقيت. السنة اللي فاتت اتعملت في التوقيت ده وكان ليها اجراءات صحية طبعا عشان كورونا، وكان في بابل وكان القصة دي كلها. ونفس الكلام هتبقى للرجال، يمكن السيدات بتبتدي الاول وبعد كده بتبقى بطولة الرجال. بطولة مهمة، بطولة كل أبطال العالم بيحاولوا يشاركوا فيها عشان يجمعوا نقط والرانك العالمي بتاعهم يتحسن بشكل أو آخر.